يوبي سوفت عم تفتح البيتا للعبة ذا ديفيجن بعطلة نهاية الأسبوع، كل اللي عم بيلعبوا على الإكس بوكس 1 حيحصلوا على البيتا ابتداءً من اليوم لحد 31 يناير، أما على البي سي والبلاي ستيشن 4 ابتداءً من بكرة ل 31 يناير. مع إنه البيتا مغلق بس فيكم أنتوا تحضروا على رمز إذا بتطلبوا اللعبة مسبقاً. تراقبوا تغطيتنا للبيتا الأسبوع القادم. هلا خلينا نبلش حلقة هالأسبوع من IGN Weekly Fix. بخبر شوي مفاجئ، اعلنت شركه EA عن انسحابها من حدث E3 2016 لتقوم بحدث EA Play يلي حيكون جاري بنفس الاسبوع. حدث EA Play حيحصل بلوس انجلوس من 12 ل 14 يناير وب 12 يناير بمدينه لندن، وحيتضمن الحدث فرصه للعب احدث العاب EA، مباريات، ضيوف مشهوره، عروض ترفيهيه وغيرها، وحيكون الحدث مجاني. كمان ناويين يزيدوا هيبة المؤتمر تعولن بقيم بعديد من المحتوى غير بس الإعلان عن الألعاب. مع أن هذا الخبر شوي بحمس، أنا خايفين عن شو معقول يكون صدى هالقرار على عالم الألعاب. خبروا أنتوا شو رأيكم بالتعليقات. هلأ غمضوا عيونكم، عن جد غمضوا عيونكم، تخيلوا حالكم بدور بايداي بس بدل ما تكونوا عم تسرقوا بنك مع رفقاتكم عم تتمشوا بممرات ضيقة ومعتمة. حبيتوا الفكرة؟ لكن أكيد حتحبوا هذا الخبر. ألف أندرسون أحد مؤسسي شركة أوفركيل ولعبة بايداي عم يعمل على لعبة First Person Shooter مطور لعب جماعي تعاوني مع استوديو التطوير تعوله 10 Chambers Collective. مع أنه بعد ما فعلنا تفاصيل عن اللعبة، قال أندرسون أنه اللاعبين لازم يستعملوا القتال أو التخفي أو أي شيء تاني لينجوا من الأشياء المرعبة يلي عح يتعرضوا له. كمان قال أندرسون أنه التعاون عامل أساسي باللعبة وما فيكم تخلصوا اللعبة من دون ما تتعاونوا مع بعض، بس أنا بعرف أنه حضلني عم بقضي وقتي عم بخوف اللاعبين اللي حواليي. واخيرا حنحصل على تفاصيل السيزن باس للعبه ستار وورز باتل فرونت اللي كنا عم نبحث عنها. اول حزمه تحميليه حتصدر بشهر مارس بعنوان اوتر ريم يلي بتخولكم بالقتال بمعامل سولست وبقصر جابا ذا هات على تاتوين. تاني حزمه حتصدر بالربع الثاني من 2016 وحتحصل احداثها ببسبن. ثالث حزمه حتصدر بالثالث ربع من 2016 وحتحصل احداثها على الديث ستار. كل شي بنعرفه عن رابع حزمة انه مفروض تصدر بأوائل 2017. EA كمان اعلنت عن المخطط لكل المحتوى الإضافي المجاني وفيكم تقروا كل التفاصيل بالرابط بالأسفل. مخترع سلسلة فاينل فانتسي واستوديو ميست ووكر هيرونوبو ساكاغوتشي، جربوا قولوا الاسم خمس مرات ورا بعض، عرض بعض الرسومات من لعبة قادمة عم بيعمل عليها الاستوديو. الرسومات تم عرضها بالمكتبة الجامعية UH West Oahu بهاواي. من المتوقع نشوف اعلان رسمي عن اللعبة العام القادم، ومع انه ما في تفاصيل او معلومات عن اي شيء فيها للعبه، قال ساكاغوتشي انه الرسومات حيكونوا مثل رسمات اليد بس ب 3D. حجرب ما اتحمس قبل ما نسمع تفاصيل زياده عنها لهاللعبه. كوانتم بريك اللعبه اللي نازله حصريا على الاكس بوكس 1 وحده من اكثر الالعاب اللي مترقبتها لعام 2016 ممكن تصدر على البي سي. حسب مكتب التصنيف البرازيلي اللعبه حتتوفر على البي سي والاكس بوكس 1، بس بعد ما اجى تاكيد على هالخبر من مايكروسوفت. أكيد هذا الشيء بيفرحنا لأنه بيفتح المجال للاعبين أكثر يختبروا اللعبة. هلا وصلنا لفقرة التوب 10 وفي عنا بالمرتبة العاشرة The Big Short، بالمرتبة التاسعة Norm of the North، بالمرتبة الثامنة Daddy's Home، بالمرتبة السابعة 13 Hours The Secret Soldiers of Benghazi، بالمرتبة السادسة The Fifth Wave، بالمرتبة الخامسة The Boy، بالمرتبة الرابعة Dirty Grandpa، بالمرتبة الثالثة Ride Along 2، بالمرتبة الثانية Star Wars Episode 7 The Force Awakens، وفي بالمرتبة الأولى The Revenant. هلا وصلنا لفقرة أفضل تعليق هالأسبوع، وأفضل تعليق إجا من كريزي لندن يلي في عنده أحلام كتير حلوة إنه ترجع بيتي على البلاي ستيشن 4 وكمان يكون في عنا تجربة على الفي آر، وبيردله سانشاين دارك إنه للأسف هذا الشيء ما حيتحقق مع إنه نحن كتير بدنا هذا الشيء يتحقق. طبعا مش حيتحقق لأنه كونامي. هلا وصلنا لفقرة المسابقات، ومثل ما بتتذكروا من الأسبوع الماضي كان في عنا مسابقة للرمز على البلاي ستيشن 4 لأساسن سكريد كرونيكلز انديا، والرابح معنا أحمد الجهابي، ألف ألف مبروك، حنبعث لك الرمز بأقرب وقت ممكن. أما بالنسبة لهالأسبوع في عنا جهاز لوجيتك G29 ستيرينج ويل اللي فيكم تحضرونا أنا وعلي عم نلعب فيه بالفيديو اللي برابط بالأسفل، بنصحكم كثير تحضروه لأنه في عقاب كثير مقرف من ورا. إذا حابين تشتركوا بالمسابقة كل اللي عليكم تعملوه هو تعبوا الاستمارة وإن شاء الله بحالفكم الحظ. هذا كان كل شيء لهالأسبوع، كنت معكم من ريسيرت. تذكروا إنه عطول فيكم تحضروا IGN Weekly Fix على الموقع أو قناة اليوتيوب الخاصة فينا، وبشوفكم الأسبوع الجاي.